خير يا سي الأستاذ، فينك أنت؟ لحن لحد لحن. أباي عليك، واني بشحت منيك ولا إيه؟ أنا بشحت منيك. مليه يا حنن دي. عيب عليك لما تكون في السن ده وتتسول. تسول ده إيه؟ ليش بجاحة؟ بجاحة؟ شوفوكوا شغلان، روحوا اشتغل بواب ولا اشتغل أي حاجة. أنت ما خبرش أنا مين؟ مين يعني بروسلي ولا إيه؟ إيه بروسك دي؟ إيه بروسك دي؟ إيه الحاجة أنا بتكلم براحة؟ طل على وجهي. أنا يا ناس نيجي ليه يا حبيبي؟ يا عم انا ما شفتكش قد كده. غور اباي انت هتتنح ليه ولا ايه؟ هتتنح؟ وحد يعرف الراجل ده منين؟ انت غور اعوذ بالله. ماشي ماشي صحته ناسك موبايل بتغرره بالناس عالم متسولين. نفذ يا ولد نفذ. لا يا دكتور، لا يا اسطى كده، يعني هكرر الموضوع ده تاني النهارده. الولايه مزعجه قوي. حاضر. لا والله بسطتني، هتخليني اضحك. لان انا في حاجه حضرتك. في حاجه يا حاج؟ في حاجه يا حاج؟ في حاجه؟ انت في حاجه؟ في ايه يا ولد؟ في ايه؟ في حاجه ولا ايه؟ دكتور والله انا ما رايح طبيعي. على فكره انا ممكن اعمل بلاوي سودا. بس انا بقول بس ايه يعني الطيب احسن، عشان ايه اللي بيحصل ده افترى على البني ادمين. انت ما واخدش مني 5000 جنيه عشان تأجل القضيه، واجلتها الجلسه 9-9 الساعه 9. الله، هو انت بتوع الجلسه بتاعت الساعه 9؟ اه والله حق، انا ما كنت فاضي، انا كنت يعني عيان بعمل عمليه. لك حق تكبر علينا بعد ما تساويرك ملت الجرانين وبقيت محامي متصيد. ابوس ايدك ولا متصيد ولا غيره، ده انا هتصيد وانا قاعد هنا. كنت فين انت؟ انا كنت بسطب. تتشطف؟ بسطب بسطب. احنا اللي هنشطفوك. انا محتاج الشطف يا جماعه، لعلمك بقى، ولا هتعرف تعمل معايا اي حاجه. عشان ايه؟ ده انا مفهم راس النجلاء ان انا لو ما خرجتش من قلب هذا المكان في خلال سبع، خد بالك، سبع ساعة هتولع الدنيا وهبلغ الحكومة والأمن الشرطة. خلصت خلاص نجلة. ايه ده شاي يا جدي. ها ايه ده؟ مين دي؟ ايه ده؟ انت مين هان؟ انت طلعت منظرين ولا ايه؟ بعد عنيها. اخوفه ولا بعيد عنيها. بعيد عنيها. انا تعالي يا بنتي ببص ايديك اخص عليكي كده. عرف نجلاء دي علشان تاجي معايا قلت لها اني حقتلك مرتين واتجوزها ولدي عويس. يا ابوي نزلنا عشان نتفاهم معاك. ما تعملش زيت اصلا. انا مش عامل زيت اول مره. ما تعمل اعبطوه. لا نزلوه. مراتها ايه؟ نزلوه. انت شغلت خدام علينا بس. اخرس. حاضر خلاص يا عم الحاج. اسيبك كيف يا كبيرنا؟ خلاص ده بيتكلم ازاي ده؟ سيبه ده حاج. حاج واحده قدام مراتي. ما تلمسهاش. ما انتش منقول من هنا الا على الجلسه، ومرتك دايما ما انتش واخدها الا لما تجيب لي براءة ولدي. ادخلوا. الله ادخل. لو ناديت عليك تسيبيه وتاجي. حاضر يا تدي. هنجي لك احنا الاثنين، بس اقبلنا بقى على اي وضع. ارجع يا تني. والله ضغط النهارده. ما تخافوش، ده السبوع بتاع ولد اخوي، فرصة تحضروه معانا. يا حقه انزاع من زمان بيننا وبين عيلة ابو حديدة. الدوار ده ملك نحن بالورق، لكن هم واخدينه وضع يد. كبرت في دماغ ولدي عبد الصمد. ايوه. وقال أنا حقعد في الدوار ده واللي يعرف يخرجني يفرجني.
هذا يعرف يخرجني يضربشني ايه؟ يخرجني يفرجني. حلو قوي. عيلة ابو حديده اتلمم وهجموا على الدوار. ايوه. وهب قامت العركة. اوبا. امال ايه؟ انا بعد ما قال اللي يعرف يضربطني ضربطني. وقع فيها حنجل ابو حديده قتيل على يد مين؟ ولدي عبد الصمد. ولدك عبد الصمد اللي هو اللي قال لك اللي يعرف يزلطني ضبطني. اللي يعرف يخرجني يفرجني. ماشي ايوه. قدام مين؟ ايوه بقى مين البطل الجديد؟ قدام 20 نفر من عيلة ابو حديده. احنا ممكن ناخد الاوراق اللي بتاعت الحجج دي ونذهب بيها الى سيادة القاضي ونروح مدينها له ونقول له يا سيادة القاضي ده المتهم بريء، يبقى هو كده كان في حالة دفاع عن النفس. لا لا ما انتش فهمان. اخد الاكل وراح اقعد. قعدنا. ما انتش فهمان حاجة. احنا ما حضرناش اوراق للدوار دي. طب ايه اللي يثبت ودليلك ان المكان والارض والبيت ده الدوار بتاعكم؟ الحجج القديمه اللي من سنه 1920. يا نهار اسود، يعني تقريبا من بدايه الخليقه. بدايه خليقه ايه؟ لا موجوده في الدوار. في الدوار عنديهم هناك. كبير ايه. طيب هو قول لي يا حاج، انت اسم حضرتك ايه بالكامل وهدان ايه؟ وهدان حلاجولو زيرو. طب واسم الجد؟ جلط. واللي بعده؟ ملط. ومين واسم اللي حلق لكم؟ بص يا حاج، رايح فين انت؟ لا ابدا، اصل انا بحب اعمل الحركه دي بعد الفطار عشان اهضم. تهضم ايه؟ اهضم البتاع ده. يعني هتاكل تاني؟ بص يا حاج، مجنون انت ولا مجنون؟ 10 مليون ليه؟ ليه يا اخويا ليه؟ الدوار بتاعنا والارض كمان بتاعتنا. طب حاول تثبت. ها؟ اثبت. مش انت بتقول الدوار بتاعنا و... اثبت. اثبت ان الحاجات دي بتاعتك. اثبت كيف؟ ما الحجج عند الحديده. طب واللي هيجيب لك الحجج ده هتستخسر فيه 10 مليون جنيه؟ ايه؟ ما ينفعش. انت عارف ارضك تساوي كام دلوقتي؟ يعني اقول لك السعر كام حق وعدان. $22,750,018 قرش. باي عليك وعلى خلفوك. حسبتها كيف دي؟ اللي حسبتها كيف ده وانت قاعد قدام محامي هافق ولا ايه؟ ده انا المحامي محامك. طلباتك. شيك مرصف ب$10,000,000. وخد بالك، خد بالك يا حاج، مفيش وقت. خلاص الوقت قزح. والوقت قال قزح، إلا أن تقزحه قزحك. مش هتروح تجيب محامي محنك زي إيه. فإحنا لازم تسمعني الوقت كلمة موافق عشان على أساسها أقدر أتصرف في هذه القضية الملعونة. موافق. على خيرة الله، يبقى إحنا كده بقى نبتدي التنفيذ. احنا داخلين على معركة قوية جدا، داخلين على اعداء الوطن، واعداء الوطن يعني هم اللي بيهددوا ولادنا في قلب بيوتهم. فاحنا لازم ننتقم. بلادي 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 لك حبي وفؤادي. هجوم ورايا انا. صح 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 صح
خير يا بيه؟ في ايه؟ من صاحب الدوار ده؟ ده دوروا الحدايدة يا بيه وانا كبيرهم. انت كبير الحدايدة؟ ايوه يا بيه. اتنشروا اتنشروا، طلعوا كل اللي قدامكم في المكان. فهمني يا بيه، ايه اللي بيحصل بالظبط؟ دلوقتي هنعرف يا كبير الحدايدة، ها؟ مصر الجديدة معلومة ليه دلوقتي؟ دي الدبانة موتها بتضايقني، تخيل بقى هعمل فيك ايه؟ ولا حركة بوشك اللي شكل قصر عابدين ده. لقيت ايه يا عسكري انك ليه جوه في الدوار؟ مخدرات وسلاح ومجرم. مش سامع. مخدرات وسلاح ومجرم. اخيرا وقعت يا ابو حديده، هتاخد حكم مش اقل من 20 سنه قبل الميلاد. خلي بالك انت هتقع تحت طاوله القانون. انا كان نفسي اساعدك يا ابو حديده، تعرف لو البيت ده اساسا يعني في شك كده ان هو مش بيتكم، انا كنت ممكن اخرجك من القضيه كلها، انما للاسف القضية لبسك لبسك يا ابو حديدة. نفسي الاقي بس كده حاجة تقولي ان ده مش بيتكم. معلش انا اسف ابو حديدة. هاتوا يا بيه البيت ده بيت عيلة وحدان يا بيه. اللي يثبت يا ابو حديدة الحجج يا ولد منك له الحجج. فين الحجج بقى؟ عشان انا نفسي اطلعك بريء اساسا. ايوه فين الحجج؟ اه يا بيه وريني كده، ده انا حوزة وحدان ده في داهية. اه يا بيه يا لهوي على ليلة وحدان السودة. يلا رجالة بينا بينا على وهدان، جيبوا اللي يلا اجري. وخلاصة القول يا سيادة الرئيس، بظهور الحجج التي تثبت ملكية الأرض والدار لموكلي حلقونه، فيصبح القتل دفاعا عن النفس. أليس من حقه أن يدافع عن شرفه وعرضه وحرمة بيته التي كانت عرضة لهذه الذئاب البشرية؟ سيد الرئيس، إن صدري قد اكتفى، وأترك لعدالتكم الحكم. وشكرا سيادة الرئيس. وبعد الاطلاع على أوراق الدعوة ومستنداتها، حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم عبد الصمد وهدان حلقولو من التهمة المنسوبة إليه لتوافر حالة الدفاع الشرعي. رفعت الجلسة.